مرحبا بكم سيدتي على مجلة سلطانة. اليوم متواجدين عند خبير تجميل الوجه والشعر، غادي يعلم لك سيدتي كيفاش تحطي مكياج خاص للمساء وللمناسبات في شهر رمضان، فتابعي معايا سيدتي. دونك كيفما كتشوفي السلطانة، ان عندنا المكياج دو جور هو نقدروا نديفلوبيو المكياج دو سوار، يعني من بعد ما نفطروا ونحلوا صيامنا نقدروا نزيدوا شويه المكياج اللي نقدروا نخرجوا به بالليل او نمشيو به عند الناس خونا بالليل. نفس المكياج اللي غنحافظوا عليه هو اون فالو شاربوني ليجيرمون على حساب الاحترام ديال كل عين. اون ترافاي لو كو دو لوي نعطيو ان بو دومبر اي لومبر اللي غادي يعطينا واحد شوفه كبيره وشاربوني ان بو في لي زيو. كيف نقدروا aussi ajouter un peu d'une couleur qui est irisée mais pailletée légèrement au milieu de l'œil pour l'agrandir. ونصيحتي للسلطانة المغربية ان عمرها ما تتبع اللون ديال لا توني اللي لابسه، حيت هذا غلط كبير، لان بزاف ديال النساء كتجي عند الماكيوز او عند الماكيوغ تقول له عندي لا توني ديالي زرقاء بغيت مكياج في الزرق، لا توني عندي خضراء بغيت مكياج في الخضر، او لا كيكون العكس دي فوا دي زيستيتيسيان كي بروبوزيو على لا كليون شنو اللون ديال اللبسه ديالك، مي سيرو دائما في اللون اللي يكون ستاندار يكون بازيك ويكون بيان سور كيعطي لا فالور للعين ديالك. باسكو حيت تقدر هذاك الزرق ما يعطيكش لا فالور للعين، كيهبط لك الشوفه ديال عينك، كيف تقدر الكحل يعطيك الشوفه كبيره ويعطيك واحد ليسباس في الاركاد دو اوي اي الاركاد سورسيل بواحد الطريقه اللي هي جميله. كيف كتشوفي السلطانتي يعني ما بين الماكياج دو جور والماكياج دو سوار، سي لمسه خفيفه اللي استعملنا فيها جوست ان ديغرادي دو فونسي افيك ان تو تروك دو بايات في عوض غير يكون عندنا لو مات درنا ان بو ايريزي اي بايتي. كيف نقدروا نزيدوا بلوس دو ماسكارا، نعطيو فوليوم اكثر للشفار ديالنا. يا لمسه خفيفه وسريعه او ميم طون اللي كتخليك بواحد الطله اخرى. نقدروا نديماركيو دابا لو فاراجو بنسبه اكثر من ديال الصباح. فوالا السلطانة، ان المكياج ديال النهار قدرنا نردوه مكياج ديال الليل بلمسه خفيفه وبسيطه، شاربونينا لي زيو، زدنا في الغوج اليف، زدنا اوسي في الفاراجو، مي عطينا بقينا في نفس لا باز في نفس لي طون في نفس لو ديغرادي، مي شاربونينا شويه اللي هي نظره متالقه للسلطانه المغربيه.